انا مروش التعد، بغيت انا قلت انا نجاوب بالتصريح ديالي، كنت انا اختي فاطمة الزهراء وهند الله يرحمها صاحبتنا، كنا بثلاثه، كانت معنا واحد البنت اخرى هي فاطمة الزهراء بنت جديده، كنا في واحد البارطمان ديال كيكريها ياسين، كنا مشينا جمعنا حوايجنا كاملين درناهم في السلوفان حسنا عارفين راسنا غادي نحرقوا، عارفين النهار كلشي. المهم مشينا جمعنا حوايجنا وقديناهم، نعيط لنا ياسين قلنا غتنزلوا، نزلنا عند ياسين خدنا عندنا التليفونات ديالنا، حيت التليفونات ديالنا خصهم يبقاو عند الحراق باش حنا ما نديروش ليه شي مشكل. الفكره كانت عندنا اصلا، اي واحد عنده هاد الفكره، اللي عنده شي هدف كيبغي يوصل ليه، اي واحد عنده شي هدف كيبغي يوصل ليه. حنا كانت عندنا الفكره وكان وقع لنا مشكل في الاول وما كناش غرقنا، حنا ما كنا لا غرقنا لا حتى شي حاجه، كانوا شطونا لا مارين، وحنا دابا عام باش نسينا هاد الفكره. تا هند الله يرحمها صاحبه اختي جات عند فاطمه الزهراء قالت لها كاين واحد الحريق وكاين هادي، تا حنا تحمسنا، عاودنا تحمسنا لهاد الشيء حيت كانوا ولاد المدينه كلهم مشاو حارقين وكلشي كيوصل، عمرنا ما شفنا واحد ما وصلش. مشينا للغاب، المهم جمعنا حوايجنا تلقينا مع ياسين دانا في الطوموبيل، مشينا للغابة، بنا ندخل للغابة كانوا الدراري، حنا ملي خرجنا من الظلام 11 الليل، من بعد 13 ديال الليل شي فاش مابقاوش عندنا، بقاو عند ياسين. منين هبطنا للغابة تلقينا مع الدراري تما الحراقة بحالنا بحالهم، تلقينا معاهم وصلنا تما جلسنا تخبينا على الجوندارم، تخبينا ما عارف النقطة مناش غادي يخرجوا، تخبينا وجلسنا عند الجوندارم بقينا جالسين. كانت انا الوقت ما عرفتش الوقت المحدد، اللي كاين اللي كيخرج التصريح وكيقول لك هادو مشاو مع 8 خرجوا مع 11 ما الدري مع 12، هادشي كامل كذوب. حنا خرجنا مع 11 الليل، 11 الليل خرجنا من الدار ومشينا، ديك الساعه ما بقاش الوقت كيتحكم، ما بقاش عارف شحال الساعه حيت التليفونات ما كانوش عندنا. ملي وصلنا للغابه جلسنا مع الدراري كنتسناو في الريس يخرج، حيت كانوا شي دراري منظمين هادشي، هذوك الدراري منظمين هادشي هما اللي كيهضروا مع الريس، حنا غير جالسين انا وهند الله يرحمها والدريت والدراري. جا عندنا الدراري منظم هادشي هو اللي قال لينا يلا باش نبطو الرمل الفازقة نبطو 10 ب10، ومعنا الدراري اللي غيهزو داك ليسونس هبطنا 10 ب10 الرملة، هبطنا 10 الاولين الرملة كنتسناو، انا الساعة ما كنعرفوهاش شحال، هبطنا جلسنا في الرملة الفازقة كنتسناو فلو كتخرج. سابقينا شحال حنا اصلا كنا دايرين مع الريس بينا ما وصلنا حد هنا باش ندخلوا للفلوك، حنا عارفينو اي واحد تيقول في كومونتيرات انتم عندكم 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 تجارب في هادشي وعندكم تجارب هادشي، حنا ما عندناش تجارب في هادشي. من الاول من الدار قالنا البحر كتعمو فيه حد هنايا، هند كانت عارفه هادشي وما شريتش الجيليات، حنا ما شريناش الجيليات، تقول لكم ما حنايا شرينا الجيليات وخليناها هي بلاش، حنا ما شريناش الجيليات 500 درهم الجيلي داير، حنا ما شريناش. المهم دخلنا البحر شادين بعضياتنا بثلاثه حيت ما كتعرفش الشعوم عندها فوبيا من البحر، دخلنا شادين في يدينا طلعنا الفلوكه، طلعت بيدي الفلوكه انا طلعي طلعنا بقينا باركين عندو الدراري هزو جناوه باش يقادو المين، كيضربو في الدراري باش يهبطو باش يهربو عليهم، هبط قاد المين كيضربو في الدراري بجناوه والسيوفه. خشي كتقول لهم خويا الحمد لله لكم والو، قال لها اختي انت ما ندوش معاك انت غير دريه، صافي كيضربو في الدراري قاد المين مشينا غرقنا، ماشي ما غرقناش هي غرقنا، ولكن راه لحد داك ما كاينش، ما دخلناش حيت كون دخلنا لداخل ما كناش غنخرجوا، حنا كاع كنا غنكونوا بحال هين الضحايا ما كناش غنخرج. بقى قاد المين فلوكه كتميل واحد شويه ويتفون ديال الفلوكه، ما بقيناش كنعرفوا راسنا فين حنايا، هو يتقلب. حنا كنا في الاول حاسبين 24 واحد، منين جا كيحسب داك ياسين قال لي خويا عندي الزياده 32 واحد، يعني بزاف، قال لي خويا غير طلع داك الشيء وسير، فاش طلع 32 واحد كلشي غرق، الفلوكه تفوندات ويتقلب، كلشي كيعرف راسي يا راسي. انا خارجه كنقول يا ربي غير نخرج بخير، خشي ما حداياش كنغوت مرواهين، حتى واحد ما كيسمعني والظلام ما غتشوف حتى شي واحد حداك، يعني انت كون غرقتي حتى واحد ما غتعتقو معاك، البحر هذاك كتشوف غير راسك. انا كنغوت خويا واحد الدري حدايا، خويا عافاك عتقني، قال لي خشي ما نقدرش نعتق، انا ما عندي راسي، خشي كنقول لها خشي، قالت لي خشي انا راه غير اختك ما قدرتش نعتق راسي، ونزار كنمشي معايا كاينه واحد البوليزه ديال ليسونس هي اللي شديت فيها بقات فوق الماء، خنقاتني بليسونس تكب عليها ليسونس، بقيت خارجه بها بشويه وانا اللوحه حيت تخنقت. صافي واحد القيشه كنشوف في السماء وكنقول يا ربي بغيت شي متمسوه، صافي غير موت ترخيت ديك الساعات شويه، نقول كيف حافظه مزارع عندك مازال عندك جات نوضي، واحد من جات شويه تطوعني، بقيت خارجه بشويه عليا هاد الدري ايمن هو اللي خرج الاول مع اختي، خرجوا كنغوت ايمن عتقني قال لي اختي ما عنديش كيفاش ندير لك، غير خرج راه بقى لك والو لحد، يعني حنا فاش دخلنا من الفلوكه كنشوفوا حنا الغابه، يعني ما غرقناش بزاف،
كنخرج بشويه تخرج شويه جرني داك ايمن ولا نسخف لي في يدي اختي كتقول لي اختي فين هي فين هي فين هي قال لي ها هي ما عرفتش واش ميته ولا حي انا صافي سخفانه عيطوا لماما قال لها بنتك راه سخفات ما عرفتش اش كيفاش داير بالنسبه لي هذه ماشي اخر مره انا حيت انا اللي كل واحد كيحكم على راسه كل واحد كيحكم على راسه انا جاتني فرصه اخرى غنعاود نديرها غنعاود فرصه اخرى وانا تنحقق الحلم ديالي حيت انا ضايعه انا ما عنديش مستقبل انا ما عنديش مستقبل انا عندي بنت عندها 3 سنين ملي غنصرف عليها ملي غنجيب لها الفلوس المغرب ديالنا تخدم ما كاينش الخدمه واخا تخدمي ما كاينش الفلوس باش فهمتي باش غتقري بنتك اي واحد كيحلم يقرر بلادو احسن مدارس انا بنتي ما شنقريها ما عنديش مستقبل ما قارياش